ليش امي مو بالبيت؟ طيب وينها؟ صاير شي معهم؟ لما انا اجيت على البيت ماما وتيتا ما كانوا، كانت بس خالص وهيل عنا، اجت لتدير بالها على عثمان. إيلين أنا كتير داهية خلقي، لا تحكي بالتقسيط والتعبيني، قولي شو صاير وخلصنا. بابا اجت الجلطة. شو؟ ماما وتيتا راحوا لعنده على المستشفى من وقتها. حياة علي بيك من اليوم رح تتغير، وصعب ترجع مثل قبل. يعني علي ما عاد بيقدر يسافر، تعب ما في وشغل تقيل ما في، لازم يعيش حياة هادية. يعني الدكتور قال اني راح اتقاعد بهالعمر وما عاد راح اشوف البحر. خليك منطقي علي بيك، لا سمح الله لنقول انه انت تعبت بنص البحر، شو راح يصير؟ لا تزعل علي، المهم صحتك، شو هالقصة يعني؟ هلا رح طالعك من العناية المشددة على غرفة تانية سيد علي، صار وضعك منيح. من اليوم ورايح بدك ترتاح وتهتم بصحتك، إذا بتحب بكره فيك تطلع من المشفى، بس هذا مو معناته أنك صرت تمام. علي العافية. شوي شوي كسرت الباب. مجد شوفي ليش عم تبكي مجد؟ طلع لبرا هون. عثمان قلت لك طلع لبرا. يلا عثمان. بس لسه ما خلصت عم بلعب. حبيبي شو صار لك؟ كنت عم بلعب ومجد طلعني من الأوضة. ولا يهمك حبيبي. حلوا عني يا تركوني. مجد افتح الباب خلينا نحكي. قلت لكم ما بدي احكي مع حدا، تركوني بحالي بقى. مجد بيضل بين الكرامة والذل بحالة عدم استقرار. مع كل البساطة اللي فيه كان الوجع جواته أهم بكتير، كان يخاف يقرب وبيحب يعزل حاله، ولما نحنا نقرب بيهرب. بالوقت اللي هو محتاج لحدا أنه يضمه ومن غير ما يحس بيلاقي حاله وحيد. أنا ما عملت له شي، هو عصب علي. حبيبي أخوك معنه معصب منك، بس الظاهر صاير معه شي لحتى عصب. بهي الفترة مين ما عنده مشاكل؟ من هون انا رح استلمه لالي ودير بالي الي، انتو تقبوا كتير، روحوا. بلشوا بس انتي زودتيها كتير. امي تركيا، انتو سمع الدكتور علي بده يرتاح ماشي؟ حاضرتك فيها يدخل. انا موجودة جنبه لالي، اوكي؟ جميلة نحن رايحين على البيت، إذا بتحبي. ما في لزوم، نحن منروح لحالنا.
أمي يلا تعي تعي أمي. علي أمي طولي بالك شوي، ما سمعتي الدكتور شو قال؟ قال إنه وضعه أحسن. يا بنتي علي صار لازم يتقاعد، صار مجبور على هالشغلة، شو رح يصير فيه هلأ؟ وين رح يعيشوا هدول بعدين؟ مو قالوا إنه رح يروحوا لبعيد كتير؟ جميلة أنتي حكيتي مع علي بموضوع الطابة مو هيك؟ رح يسجل البيت باسمك؟ قبل يا بنتي؟ ما قبل، قال ما بيعطيني الطابة، بس قال انتي والولاد قد ما بدكن وكيف ما بدكن فيكن تبقوا بهالبيت، قال هنن بدهم يطلعوا لبرات البلد. بس هلأ تغيرت الأمور كتير عن قبل يا جميلة، هالحكي كان قبل. قال بده يسجل لي نص البيت اللي بحارة الزيتونية تبعه. رح يعطيكي طابة؟ هيك قال لي. طيب لما بعت وراكي لعنده بالمستشفى شو قال لك وقتها يا جميلة؟ طلب مني سامحه. وانت شو قلتي له وقت قال هيك؟ قلت له اني مسامحته. مظبوط الحكي؟ مظبوط، أحمد بالعنوان اللي أعطانا إياه غسان، وقعته سودا هي المرة، وفي معه مرة كمان مو تركية، أجنبية. مين هي الست؟ كيف شكلها؟ صبية، سمرة. شعرها أسود؟ إيه شعرها أسود. هي هي نفس البنت. شو نعمل؟ نكبس على البيت؟ لا نحن ما رح نقرب، بس خبروا الشرطة. شو رح نقول للشرطة؟ بهداك البيت في شيوعيين، وإنه البيت وكر للإرهابيين. ماما كيفو بابا؟ منيح، انتو كيفكن؟ نحن مناح أمي. تعي ستي. ابني؟ نيفين بنتي انتي منيحة؟ منيحة. مجد وينه؟ بأوضته. حتى قلعني من الأوضة. لا متضايق شوي الظاهر. زعلان على أبوه؟ هو لسه ما بيعرف، فات مثل المجنون على الغرفة وحبس حاله وما عاد قدرنا نحاكي. هلا بابا رح يموت أمي؟ ابني انت من وين جبت هالحكي يا عمري؟ بابا رح يطيب، بس بقى بس رح يتقاعد. ما بيتقاعد شو بصير؟ لما بيتقاعد الواحد ما عاد يشتغل. يا سلام، يعني رح يضل عنا من اليوم ورايح، وهيك يمكن ما عاد يخانقنا بقى. مجد؟ أمي؟ إيه أنا. Thank you.
وليش قاعد لحالك هون؟ كنت نايم. شو صاير لك ابني؟ شبك هيك؟ مو جاي على بالي احكي امي. بتعرفي انه الهريبة مني مو حل، حتى لو هربتي لآخر الدنيا بقدر لاقيكي. كارولين ليش ما نمتي؟ أنا لازم يرجع على هولندا. إمتى؟ بأقرب وقت. بجوز أرجع بكرة. قلتي بكرة؟ أنا لازم روح على بنك مشان تمددي إجازتك؟ لا، البنك له فرع بتركيا هون باسطنبول، كرمال انتقل على اسطنبول. يعني رح نعيش بتركيا؟ رح نستقر هون؟ انت صار مريض قلي، ما في غير حل. هاد هذا اللي كان بدك اياه اصلا كارولين. انت طلبت جميلة وبقيتوا لحالكم هون انتوا بالغرفة، شو صار؟ ولا شيء كارولين، ولا شيء.
فيقتوا لمجد؟ ما بده يجي يفطر؟ قال ما بده ياكل. صباح خير. وين كنتي؟ اليوم بعد ظهر أنا رايحة هولندا، أنا من هون لصوفيا بالقطار وبعدين بالطيارة على أمستردام رايحة. وليش مستعجلة؟ لازم يلحق الطيارة بصوفيا، بعدين طيارة بعد 3 أيام رح أتأخر. اليوم سفر منيحة. أنا شو مشاني كارولين؟ رح أرجع بسرعة وبعدين نحن رح نكون مبسوطين. كمال وناريمان رح يدير بالهم عليك لوقت ما أرجع أنا، بعدين رح نبقى مع بعض على طول. أوكي؟ رح نكون مبسوطين سوا. ألو سليمان بيك؟ تفضلي. أنا إيلين. أهلين إيلين خانم، تفضلي. أنا بصراحة كنت حابة أحكي مع سهيل بيك. سهيل بيك حاليا مو موجود يا خانم. مو موجود؟ لا. إلين خانم؟ إلين خانم برجع بتصل فيه. يعطيك العافية. الله يعافيك بنتي. عم يضيق الوقت. والحالة حساسة. لازم اتحرك بأسرع وقت ممكن. أنا بدي روح لعند علي على المستشفى جميلة. طيب مثل ما بدك مرت عمي. انتي كمان شو رأيك تيجي معي؟ امي هاي المواقف صعبة علي، بتعرفي هالموضوع. بعرف بعرف، بس بعرف انه على الفاضي، بس والله انا عم بطلب منك لحالي هنيك يا بنتي.
عثمان وين بدي اتركه؟ انا كمان خديني معك لعند بابا. اذا شافني يمكن طيب فورا. كلام عثمان مزبوط، اذا علي شافه رح ينبسط ورح تتحسن صحته. مرحبا إيلين. أهلا أنسة. مجد إجا اليوم على المدرسة لأنه ما شفته. ما أجا بالبيت. ليش؟ يعني كأنه مو منيح، كأنه مرضان. ما قالكن شي يعني؟ لا ما قال أبدا أبدا. طيب بسيطة. مجد مجد. حبيبي جبت لك شيء لتاكله، يلا قوم كلك لقمه. مو جاي على بالي. ابني ما رح تروح على المدرسه؟ ما رح روح، انا مرضان. شو عم يجعك؟ مو واجعني شيء. كيف مواجهك شي بس مرضان؟ ليك تركت لك إذا جعت بعد شوي كول ماشي؟ لأنه أنا وستك رايحين على المستشفى لعند أبوك، رح آخذ عثمان معنا. ليش خير؟ شو بابا؟ أبوك إجته جلطة على قلبه ابني وهو هلأ بالمستشفى. آخر مرة ما كملنا حديثنا، قلت لحالي بيجي وينكفي. بتوقع أنه كنا رح نحكي بأمور مهمة. هيك قلت هيك؟ إيه هيك. يلا خلوكم مكانكم، ارفعوا ايديكم، تحرك. كيف يعني؟ هلا رايحة انت بهي السرعة مسافرة؟ ايه في عندي شوية شغلات وراجعة.
لو كنت بعرف انا كنت جبت لك كل اغراضك وجبت لك كل شنطيكي. انا بس جبت لك البيجامه وكم قطعه غيار. انا راجعه لبيتي، خلي اغراض انا عندكم، وانا لما رح يرجع اكيد رح تكونوا بالبيت. هيك لكان رح ترجعي لعنا على البيت. رح اخذك على الفحص هلا علي بيك. على مهلك. عمهلك عمهلك. انا هلا صار لازم روح. وبشوفك بس ارجع. رح تصير احسن من قبل، لا تخاف حبيبي. علي خدوه لبيت اليوم. الدكتور قال ممكن يروح بيت اليوم، رح يرتاح ببيت انتو ورح يطيب. منشوف، نحن بنعمل اللي علينا ولا يهمك. انا تأخرت، لازم روح. موفقة كارولين. اوكي يلا بخاطركم انتبهوا على علي منيح. بخاطركم انتبهوا على علي، انتبهوا على علي، بخاطركم انا رايحة. ليش لازم دير بالي علي؟ علي ناقصني مصايب؟ انا شايفيني مو مريضة؟ على شو عم تدوروا؟ يعني فهموني شو بدكم؟ في اخباريه بتقول انه بهذا البيت في ارهابيين وشيوعيين. يا حبيبي شوفت عينك ما في شيء. صح انت، نحن بنعرف. يلا فتشوا البيت. يلا دور دور دور. بسرعه بسرعه. شو اسمك انت؟ عم بسألك إليك. نيفي. والكنية؟ أكارسو. وانت شو اسمك؟ اسمك انت يا ولد؟ أحمد. وين حاطت هويتك؟ جوا بالغرفة. جيبولي لشوف هويته لهاد. كمال. أنا مرعوبة من هي كارولين. ها إذا بدك الحقيقة أنا كمان في أمور معجبتني بنوب. قولي أنت بالأول. مبارح في حدا اتصل فيها وحكوا معها هون قدامي بالمشفى، وأنا سمعت كل كلامهم. أبصر مع مين كانت عم تحكي، بس مبين عليها كانت خايفة. قالت له كيف لقيتني، وتخيل قالت له شو بدك مني. مبارح وأنا بالدوام اتصل فيني حدا لهنيك بتكون حاكي مع هداك الزلمة، قال عم يحكي من هولندا بس بيحكي مثلنا منيح، وقال اسمه أدهم، قال بده يحكي مع كارولين بموضوع ضروري كتير، وأنا وقتها قلت له إنها بالمستشفى. معناها لقى رقم المستشفى واتصل فيها لهونيك. مين بيكون هذا الرجال؟ ما بعرف. هو متصل من هولندا وبيحكي تركي منيح، وكارولين خانهم بتخاف منه لهذا الزلمة. عن جد كانت خايفة؟ ايه قلت لها خايفة وخافت كتير ورجف صوتها، كانت كتير متلبكة. أصل هو شو حكى معها؟ وبعدين أنا سألتها مين دق لي؟ قال تليفون من البنك من هولندا، خلصت إجازته وبدهم إياها. بس مو علي أنا يا ماما، مو علي. واضح في قصة تانية غير موضوع الشغل. كمال. شو؟ والله أنا صرت كتير خايفة من هي اللي اسمها كارولين، ما بقى بدي دخلها على بيتي. يا زلمة ما حدا بيعرف مين هي ولا شو بتشتغل حتى، وأصلا مصلطة على واحد متجوز. إيه لا حبيبي لا 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 لا، ما بدي إياها تفوت على بيتي مرة تانية. ناريمان دخلناها ومش الحال. كمال اذا دخلناها على بيتنا مو معناها نزلناها على خانتنا. نحن لما دخلناها كانت خدمه، بس هلا لا. تدبر راسها هي وياه، بيتنا ما عاد في لهم اذن ابدا. تفضل سيد. طيب وانتي؟ انتي مين؟
انت شو اسمك؟ احكي بقى خلصيني. سيدي هاي الست مو تركية، هذا بسبورة. شو جيتي تعملي بتركيا انتي؟ انتي من منظمة التحرير الفلسطينية؟ يلا جاوبي، عم تحكي معك. هاي بابا. عثمان ابني. روح قول مرحبا لبابا وبوس ايده كمان. يلا يا روح البابا. انت شو اشتقت لك انا لازم تتسطح علي بيك. تعال ابني. يا خانم ممكن تاخذي علي بيك على اوضته لاني رح اخذ تحاليله لعلي بيك على المخبر وراجع. مرحبا جميله. كارولين لوين؟ على هولندا. راحت على طول؟ ما بقى رح ترجع؟ رح تخلص امورها وراجعة. ها طيب انت وين رح تبقى لوقتها؟ يعني مين اللي رح يدير باله علي؟ رح اضل عند كمال. شو بدي اعمل؟ احكوا بقى لا تجننوني بقى. انا بورجيكم. سيدي دوروا لعندي. نزلوا ايديكم. انتم متزوجين؟ لك جاوبوني، متزوجين انتو؟ لك الحكي الكم، متزوجين ولا لا؟ بدفتر العيلة اللي بإيدي في صور إلكن أنتوا الاثنين، الزوج والزوجة، تم إصدار باسم آمنة وأحمد تاش. يعني أنتوا متزوجين؟ هذا الزلمة زوجك؟ آه زوجي. لك وين الصعوبة بهي الكلمة؟ ما تقوليها من الأول. الست عم تحكي مزبوط؟ هي مرتك؟ إي مرتي. نيفين يا أنسة شبك. نيفين جيبوا لي كاسة مي من عندكم يا شباب. نيفين لك يلا بسرعة يا شباب. نيفين نيفين نيفين. ما في لا إرهابيين ولا شيوعيين، خلونا نمشي نحن، لا تفوتونا بهيك مصايب. نيفين ردي علي. أنا ما دخلني كمان، أنا ما دخلني، دخلناها لهي على بيتنا لأنها حبيبته مدري عشيته لعلي بيك. بس خلاص فهمنا من هلا، أنا ما بدي أهل هاي المخلوقة ببيتي، طلع فيني، أنا ما بيهمني أخوك كمان. شو هذا يا؟
شوي بتجيب لي ولاد اخوه وانا بقعد دفايق لهم، وبعدين مين بتجيب لي حبيبه اخوه؟ ايه لا لهون وبس، انا ما دخلني، انا ما عاد اتحمل هذا الوضع. تصطفل منك لاهلك، اخوك يروح يلاقي له شي حدا يدير باله عليه، انا مالي امه بقى؟ شو ما عندي شغله غيره؟ علي اخي علي، سلفي علي، كل هالفترة اللي بقيتوها انت وهي اللي اسمها كارولين، انتوا اكلتوا من بيتنا ونمتوا على تخوتتنا، عيب عليك. عيب هالحكي. انا لو ماني محتاج سلفتكم علي. خذي لعثمان بلاله هالمنظر. كنت شايف أكثر من حالة لأبي، معصب متضايق وهو عم يضرب وهو عم يصرخ، وبهديك الحالات ما كان بيهمه إذا شفته ولا ما شفته، بس هو عم يبكي ما حب إني شوفه، مع أنه بهديك اللحظة كنت أكتر مرة بحس إنه إنسان. يا عمري أنت يا عمري، طول بالك. نيفين، نيفين انت منيحة؟ موجوعة؟ وين الشرطة؟ الشرطة من شوي راحوا. انتو بعدوا عني. نيفين بعدوا عني. استني، مو مثل ما انت مفكرة. روح لأجلاني. نيفين، نيفين وقفي، لا تروحي، مو مثل ما انت فكره، مو مثل ما انت فهمتي، وقفي لا تروحي. اسمعيني، الله يخليك اسمعيني. نيفين، نيفين بس اسمعيني. نيفين لا تروحي. احمد، أنا أبي مو منيح، مو هيك ماما؟ إنسان فيه المنيح واللي مو منيح. ابني إيه، بس هيك ما بصير أمي. وجوات الإنسان موجود الخير والشر، وبيتحاربوا على طول، مثلي أنا وابن جيراننا. إيه هيك معلوم، رح تقوي الخير اللي جواتك بالخير ليربح على الشر.
وقتها بتصير منيح. هيك هو الإنسان، عرفت؟ أنا رح كون منيح على طول لأني ما عندي شر جواتي، مو هيك أمي؟ قولي قولي، مو هيك؟ صح، أنت أحسن الأولاد. أنت ولد منيح يا عمري، أصلاً أنت أحسن ولد. حطيته بتخته لينام شوي، بلكي بيرتاح وبيريح جسمه شوي. اخ يا جميل، يا اخ لوين رح نوصل نحن بهالقصة؟ لك وين بده يقعد علي؟ مين اللي رح يديروا باله عليه؟ والله بيموت لحاله. امي هلا اذا اجا بابا لعنا شو يصير؟ ماما الله يوفقك، خلي قلبك طيب يا جميلة، لا تتركي لابني علي بهالحالة. مو انت اللي قلتي لي انك سامحتي لابني علي؟ امي انا قلت له هيك بس. يلا جميلة كرمال خاطري، انا انت لا تعملي شيء، انا بدير بالي علي وانا عندك بالبيت. يعني اتضايقتي مني شي؟ مو انت اللي اخذتيني على البيت؟ علي ابني بيكون ابني، انت فيكي تتركي اولادك بهيك حالي؟ لا ما بتتركيه، انا كمان ام يا بنتي، ابوس رجليك يا مالي. امي خلص، شو رح يقولوا الاولاد؟ اتصلتهم شوي بابا كثير مزعوج.